مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من المناطق السورية في الشمال الشرقي على الشريط الحدودي مع تركيا، بات الطريق مفتوحا امام انقرة لشن هجوم توعد به الرئيس رجب طيب اردوغان، غير انه يضع انقرة امام تحديات جسيمه، فبعد ساعات من اعلان البيت الابيض عن سحب قوات امريكية متمركزه في شمال شرق سوريا تزامنا مع تحضيرات انقرة لعملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية صعد الرئيس دونالد ترامب لهجته وقال في سلسلة تغريدات مفادها ان دعم الاكراد مكلف للغايه وان واشنطن لم تعد معنية بالحروب السخيفة التي لا تنتهي مهددا في الوقت نفسه تركيا بتدميرها وطمس اقتصادها بالكامل ان هي تجاوزت الحدود فما دلالات الموقف الامريكي؟ وتوقعات العملية العسكرية التركية وما هو مآل ما الشمال السوري في ظل الظروف الراهنة تحول المناخ في شمال وشرق سوريا الى شعلة نار ملتهبة بفعل التصريحات والتحذيرات الامريكية المتتالية في مقابل الحشود العسكرية التركية المرابطة هناك استعدادا لعملية عسكرية شرقي الفرات، البيت الابيض اكد ان الانسحاب الامريكي من سوريا لا يعني ضوء اخضر لعمليه عسكريه تركيه اما الرئيس الامريكي ترامب ذهب الى حد تهديد تركيا بتدمير اقتصادها اذا تجاوزت الحدود المسموحه لها بالشمال السوري. ولتوكيد المعارضه الامريكيه ضد هجوم عسكري تركي محتمل اعلنت وزاره الدفاع الامريكيه ان مركز العمليات الجويه المشتركه اخرج تركيا من ترتيب المهام الجوية في سوريا ورغم كل هذه التحذيرات تمضي انقرة بتعديل حشودها العسكرية استعدادا لساعة الصفر فيما تبقى علامات الاستفهام حول ماهية الموقف الامريكي في حال وقع صدام مباشر ما بين الجيش التركي وقوات سوريا الديمقراطية قسد سوريا دو هناك تحديات أمنية صعبة تواجه العملية العسكرية التركية هي مغامرة بكل معنى الكلمة تهديدات ترامب بتدمير الاقتصاد التركي سقطت على سوق المؤشرات الاقتصادية كالصاعقة حيث تواصل الأسهم والليرة التركية تراجعها الحادة لتسجل أكبر هبوط لها منذ أشهر ما يثير المخاوف من إمكانية أن تجدد الولايات المتحدة استنزاف اقتصاد تركيا في حال لم تر لها تؤكد واشنطن أن تركيا ستخسر كثيرا إذا مضت بمغامرة غير محسوبة في شرق الفرات وفقا للخبراء تملك الولايات المتحدة أوراقا عديدة تلعبها ضد أنقرة أهمها ورقة الاقتصاد التي تعتبر العمود الفقري لتركيا لبرنامج مجمل القول طه عودة اسطنبول